كابتن عمرو، ارجع ليك سريعا. وتشكيله فاركو شايفها هي الاقرب للنتيجه اللي محتاجها النهارده احمد خطاب؟ يعني تشكيله متجانسه، يعني انا شايف من وجهه نظري فيها الشكل الدفاعي، ولو ان يعني رامي صبري عليه علامات استفهام ان هو مش موجود في التشكيله الاساسيه. كان فيني ده يرجع بصراحه الاصابه، كانوا بيستعجلوا رجوعه، ولكن يعني مستغرب النهارده مش موجود في التشكيل. ولكن لا، التشكيله ما خسروش معاه ولا ماتش يا كابتن عمرو. ايه؟ ما خسروش يعني فاركو، ما خسرش ولا انا مستغرب، مستغرب وجود عدم يعني بدء البدء بيه النهارده. رامي من اللعيبه الخبرات الكبيره جدا اللي بتشتغل بشكل مميز جدا. تمرير كواليس ده فني ولا اداري؟ ما اعتقدش فني، لان لو فني ما كانش لعبه الخمس ماتشات اللي فاتت، ويمكن الدفاع ما تاثرش بشكل مميز، ما خسرش المباراه معاه يعني. فانا شايف من وجهه نظري لا، يعني في مشاكل بره الكوره يعني. ده من وجهه نظري يعني. عايز اقول بس ان فيوتشر هيغيب عنه من افضل اللعيبه اللي موجوده في وسط الملعب، هو غنام محمد. غنام محمد هو لعيب متحكم في رتم فرقه فيوتشر بشكل كبير جدا، ولو تابعت فرقه فيوتشر على مستوى المباريات الدوري الممتاز وبطوله افريقيا هتلاقيه ان هو عنصر مهم جدا في وسط الملعب، ويقدر يتحكم في رتم المباراه في وسط الملعب. لان خلي بالك اغلبيه اللعيبه اللي موجوده كلها كانت بتهاجم يعني، حتى شفنا عمرو السيسي كان بيلعب المناطق الهجوميه، وحتى محمد صادق وزعزع، كل اللعيبه اللي موجوده في نص الملعب عندها الشكل الهجومي. فاعتقد ان عدم وجود غنام هياثر بشكل كبير جدا في نص الملعب. اما عن فاركو، لا، احمد خطاب النهارده هيخش ما عندوش فرصه غير ان هو احاول اجيب ثلاث نقاط ابعد شويه من شبح. بص، هو فاركو لازم يعني يعمل حته الريسك، الريسك دي مهمه جدا، وخصوصا النهارده عنده 12 نقطه من 15 مباراه. ويمكن المباراه النهارده لو اخذ ثلاث نقاط هتزقه في حته مميزه جدا يقدر يبني عليها. خلي بالك فاركو فرقه مميزه عندها لعيبه مميزه، ولكن الطابع النفسي والتعامل النفسي مع اللعيبه بيفرق بشكل كبير جدا. واعتقد ان انت لو يعني احمد خطاب، انا من وجهه نظري ان هو بدا يتعامل نفسيا بالشكل المطلوب مع اللعيبه، وخصوصا ان انت الخمس مواجهات اللي فاتت لا مواجهات ايجابيه بالنسبه له، عنده شكل واداء اعتقد ان ممكن يبني عليه بشكل مميز، ولكن محتاج حته الريسك. الريسك ان انا لازم اخطف ثلاث نقاط، لازم يبقى عندي الاصرار على ان اخلص مباريات النهارده ومباراه فيوتشر على المتناول. الريسك ده باين في التشكيل، عمرو جمال بس هو راس الحرب الصريح، كان ممكن ادفع مره اخرى بمهاجم جنبه ويبقى عندي اثنين مهاجمين. لا، خلي بالك انت النهارده بتلعب امام شكل هجومي قوي جدا. النهارده عمرو جمال تحتيه شكري نجيب، وليد علي، وليد لعيب هايل جدا بيلعب من الاطراف وبيجي من تحت بشكل مميز جدا، وسيفتيري برده من اللعيبه المميزه. ولكن الشكل الدفاعي يعني انت النهارده تعتمد على محمود عماد وكينجسلي سوكي في نص الملعب، هم الوحاد اللي انت بتشتغل عليهم دفاعيا في وسط الملعب. هل بقى فيوتشر انت النهارده عندك الشكل والاداء الهجومي هيفتح مساحات، هيبدا الضغط العالي؟ اعتقد ان فيوتشر من البدايه هيبدا الضغط العالي، وهيبقى في مساحات في ظهر فيوتشر، بس المشكله في وسط الملعب، مين يتحكم في رتم المباراه في وسط الملعب؟ انا شايف من وجهه نظري اللي فيه حته الانسجام شويه هو فاركو. فاركو عنده 2-6 بيلعبوا، عنده اتزان اكتر في وسط الملعب، ولكن انا شايف من وجهه نظري فرقه مودرن فيوتشر يعني الاربعه سواء صادق او عاطف او علي ياسر او زعزع كلهم ميول هجوميه. الشكل الهجومي بالنسبه لهم، حتى عمرو السيسي، عمرو السيسي في المباريات اللي فاتت كان دايما بيكمل في الشكل الهجومي. فالوحيد اللي هيبقى واقف هو حساني، واعتقد لازم يدي يعني تعليمات لعلي عمرو السيسي ان لازم يتواجد عشان يبقى فيه التزام في وسط الملعب. في خصوص ان انت عندك اهم اللعيبه غايبه، غنام محمد مش موجود في نص الملعب، وده هياثر بشكل كبير جدا. فانا شايف ان اللي هيمتلك على وسط الملعب هو اللي هيقدر يتحكم في رتم المباراه، سواء هجوميا. انت بتتكلم على فرقتين، مودرن فيوتشر عندها انياب هجوميه قويه جدا بتتمثل في صادق وعاطف وزعزع وعلي ياسر، وعندك الجنب الثاني برضو فرقه فاركو لا تشتغل بشكل جيد جدا، عنده رباعي قوي جدا. سواء فكره الاثنين ارقامهم في التهديف واحد يعني 12 هدف هنا 12 هدف هنا، المشكله دفاعيا بالظبط. ما هو دفاعيا وسط الملعب، التحكم في وسط الملعب هو ده اللي انا بقوله لك. التحكم في وسط الملعب بالنسبه لفرقه فيوتشر كان قوي جدا في وجود غنام محمد، وانا عارف قوه غنام محمد في فرقه فيوتشر. فيوتشر بتعتمد على غنام محمد في التحكم في رتم وسط الملعب كله يعني. هو انا اعتقد ان هو يعني الكابتن تامر مصطفى كان بيعتمد عليه ان هو بيسيبه كابتن في نص الملعب ويطلع الاثنين، سواء عمرو السيسي بيكمل بيبقى عنده، محمد صادق بيكمل، هو الوحيد اللي بيبقى ملتزم في الكره الثانيه وازاي التحركات في وسط الملعب من السيطره على الكره الثانيه.